تحت عنوان الصحة النفسية للشباب انطلقت ببيروت الدورة الرابعة من مسابقة أفلام وأغاني تمكين الشباب يلي نظمتها مؤسسة منتر العربية بهدف دعم المواهب الشابة بالمنطقة العربية. مجموعة كبيرة من نجوم الفن، الإخراج والغناء انضموا إلى لجنة التحكيم مثل مخرج سعيد المروق والممثلة دانيالا رحمي وغيرهم كتار. هيك حرص رواد عالم الفن على حضور ندوة الدورة الرابعة من مسابقة أفلام وأغاني لتمكين الشباب يلي اختارت هالعام موضوع كتير مهم لتناقشه بالنسبة للكل. الهدف كان واضح من الأول أنه ندعم المواهب الشابة ونشجعها ونساعدها على الابتكار وعلى الإبداع، وأنه يقدروا هالشباب يعبروا عن موهبتهم ويعبروا عن مخاوفهم وتطلعاتهم من خلال أفلام وأغاني هن عم بيقدموها. هالسنة اخترنا الموضوع يكون الصحة النفسية لأنه هيدا موضوع بمس أغلب الشباب، بالأخص بعد الكورونا والأزمات الاقتصادية اللي عم بيعاني منها العالم وخصوصا بلبنان. أكيد وهالندوة ضمت عدد من رواد الفن مثل المخرج سعيد المروق والكاتب والسيناريست رامي كوسا والمنتج محمد مشيش. احنا برحلة بحث طول الوقت على المواهب والشباب الجديد والأفكار الجديدة، فأنا حسيت أنه هو منتر أرابيا هي إيفنت ساعدتنا أنه نحن نوصل لهي المواهب أسرع، بطريقة أسرع وأشمل. يعني احنا كنا نشوف مثلا حوالينا اللي بيقدر يوصلنا على السوشيال ميديا يبعت لي مسجات، هون كان الموضوع أوسع أقوى وأقيم صراحة. بقيس على حالي، يعني أنا هيك بالبدايات أول ما بلشت تلمس الطريق باتجاه أي شيء له علاقة بالعمل الفني، كنت بفرح كتير لما أشوف ناس جايين من بيئة احترافية يجوا يحضرونا يقولوا لنا ملاحظة يقولوا لنا برافو، كان يعني لي كتير، وكنت حس إنه هي دوافع وهي حوافز حتى أنا أستمر. سعيد أنه موجود بهال المشروع الكبير منتور أرابيا. بدي أشكر سوريا على إصرارها أنه يكون موجود. هيدي السنة الثانية إلي فيها بالجوري، بيسعدني كثير أنه يكون موجود، خاصة أنه الهدف الأساسي هو دعم الشباب ودعم أحلامهم ورحلتهم بالحياة. وكمان كانت دانيالا رحمة من بين المشاركين في الندوة لتوصل تجربتها في عالم الفن إلى المواهب الشابة يلي عم تحلم أن تحصل على فرصة. يعني هالقصص بدها وقت وبتاخد وقت كتير، إنه نكون صبرين ونكون patient مع حالنا ونحب حالنا، نعطي وقت لحالنا، هيدا أهم شيء تعلمته. وجودنا كلنا اليوم عم بيكون دعم كبير لإلهم، نحن كمان يعني بمحل نحن موجودين اليوم تنقدر نوصل المسج، يعني العالم اللي بتتابعني، العالم اللي بتتابع المخرج سعيد مروق أو أمين درة أو المنتج، هيدا الشيء عن جد بيخلي المسج يوصل لكل اليوث اللي قاعدين ببيتهم اليوم اللي مش عارفين إنه شو هي الستيب اللي ممكن ياخدوها أو اللي بدهم ياخدوها تأنهم يقلعوا بالموهبة تبعهم. غير هيك انه عم نوقف معهم وعم ندعمهم انه عن جد يؤمنوا بحالهم. This is something very important as well.